لو الحكاية فيها إن فيدي فين دلوقتي متابعة المدارس الدولية مع وزارة الصحة عشان حنرصد موضوع الانفلونزا. نعمل توعية مع معرض الكتب من وزارة الصحة, نعمل لهم نعمل الطلاب توعية, بيدوهم بروشورات ازاي ياخد نفسهم, ازاي لو ظهر اعراض يعمل ايه, يشرب ايه, يستريح كم يوم. طب لو واحد دعي في الفصل وعطس وعمل ايه التعليمات اللي يعملوها, التهوية تبقى ازاي, التعقيم بتاعه يبقى ازاي, النظافة, اغسل ايدك لما تيجي تعطس اعمل ازاي. يعني توعية بتقوم بيها وزارة الصحة على اعلى مستوى, يعني بقدرهم على مجهودهم واحنا معاهم علشان نقدر نساعد معهم.